بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، أي في الطلاق الرجعي تسكن مدة العدة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملة؟ فعلما تحبسونها؟ فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حامل. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، يعني الطلقة الثالثة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فدل على أن المطلقة ثلاثا، المطلقة الطلقة الثالثة لا سكنى لها ولا نفقة. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا قرة، حدثنا سيار أبو الحكم، حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس، يعني من وراء الحجاب، فأتحفتنا، أي أهدت لنا برطب ابن طاب، وسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد،
قالت: طلقني يعلى، طلقني بعلي أي زوجي ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. على كل حال، فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلقة ثالثة فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. وحدثنا أحمد بن عبده الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت أي إذا تمت عدتك فآذنيني أي أخبريني، فآذنته، فخطبها معاوية رضي الله عنه وأبو جهم رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، يعني فقير، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد أي تنكحي أسامة بن زيد رضي الله عنه. فقالت بيدها: هكذا أسامة أسامة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت أي فسررت. وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفق إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا، يعني طلقة ثالثة. قال: صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك
فآذنيني أي أخبريني. قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال أي فقير، وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا سفيان الثوري، حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فسألناها فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث. بنحو حديث ابن مهدي. وزاد قالت: فتزوجته أي أسامة رضي الله عنه، فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد رضي الله عنه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني أبو بكر قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زمن ابن الزبير رضي الله عنهما، فحدثتها فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا يعني الطلقة الثالثة، بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام، حدثني أبي قالت: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة رضي الله عنها قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. على كل حال هي أخبرت بما وقع. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا أي الطلقة الثالثة، وأخاف أن يقتحم علي يعني أن يدخل علي أهل الشر. قال: فأمرها فتحولت. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال: تعني قولها لا سكنى ولا نفق، هي أخبرت بما وقع. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة رضي الله عنها؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذلك في ذكر ذلك. على كل حال أخبرت بما أخبرها بما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلقة الطلقة الثالثة لا سكنى لها ولا نفق. وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي
أو تفعلي معروفا. فالمطلقة يجوز أن تجد نخلها وتصدق منه. وحدثني أبو الطاهر حرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أباه كتب إلى عمر ابن عبد الله ابن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها عما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، أي كانت زوجة سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها رضي الله عنه في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها أي تعافت من ألم النفاس تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14. قالت سبيعة رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. فالحامل إذا توفي زوجها عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل تمت عدتها ولها أن تتزوج إلا أن زوجها الجديد لا يقربها حتى ينقطع دم النفاس. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عدتها آخر الأجلين، يعني تكمل 14. وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. فالحامل إذا توفي زوجها متى وضعت الحمل تمت عدتها سواء طالت المدة أو قصرت. وكذلك المطلقة إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل. وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يسمي كريبا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب
دخلت على أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة، فيه صفرة خلوق زعفران أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها يعني الطيب، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. إذا مات للمرأة قريب يجوز أن تترك الزينة ثلاثة أيام لا تزيد، إلا إذا كان زوج فأربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منهم، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد أي تترك الزينة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، يعني مرضت عينها، أفنكحلها، نجعل الكحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لأن الكحل زينة، فالمتوفى زوجها لا تكتحل مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، أي تترك الزينة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشر، ولكن إذا وضعت دواء غير الكحول جائز، ولكن الكحول زينة، فالمتوفى زوجها لا تكتحل، ولكن تتعالج بدواء غير الكحول. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة يعني في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني مكانا ضيقا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به أي تتمسح به، فقلما تفتض بشيء إلا مات من خبث ريحها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذا في الجاهلية. وأما في الإسلام إذا مات زوجها تترك الزينة أربعة أشهر وعشرة، إلا إذا كانت حامل حتى تضع الحمل. وأما تدخل بيت ضيق وتلبس شر ثياب لا، هذا لا يلزم، إنما تترك الزينة ثياب الزينة. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة، حميم أي قريب، توفي حميم أي قريب لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدعت بصفرة أي بطيب فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أي تترك الزينة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وحدثت زينب عن أمها وعن زينب بن أم المؤمنين رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها، يعني في الجاهلية، في أحلاسها أي ثيابها، أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا 14 و10؟ يعني متوفى زوجها تحد 14 و10، وكانت في الجاهلية تحد سنة، فذلك أبطله الإسلام، تحد 14 و10، وإذا كانت حامل حتى تضع. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في الكحل، وحديث أم سلمة أم المؤمنين وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب رضي الله عنهن جميعا، نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها، فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي 14 و10، يعني لا تكتحل 14 و10، ولكن تعالج بغير ذلك بدواء لا بأس، أما بالكحل لا، لأن الكحل زينة. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: لما أتى أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها نعي أبي سفيان، أي مات أبوها رضي الله عنه، دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أي تترك الزينة فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه 14 و10. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن الرمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد، أي تترك الزينة، على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 و10، والحامل حتى تضع. وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن حفصة بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن الدينار، وزاد: فإنها تحد عليه 14 و10، أي إذا مات الزوج.
تترك الزينة 14 وإن كانت حامل حتى تضع. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أي تترك الزينة، على ميت فوق 3 إلا على زوجها، يعني 14، وإن كانت حامل حتى تضع. حدثنا أبو حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة، أي تترك الزينة، على ميت فوق 3 إلا على زوج 14، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني ثوب زينة، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، عندما تطهر من الحيض تأخذ قطنة فيها شيء من الطيب وتجعله في مكان الدم لأجل إزالة الرائحة، وإلا فلا تتطيب في غير ذلك حتى تتم 14. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال: عند أدنى طهرها نبذة، يعني قليلا من قسط وأظفار، يعني من أنواع الطيب. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها عندما تطهر من الحيض إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، يعني قليل من قسط وأظفار، يعني طيب قليل تضعه في مكان الدم لأجل إزالة الرائحة الكريهة، وإلا فالطيب ممنوع منه 14. اللعان إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فيلاعن يحصل التلاعن بينهما، والله قد ذكر ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ القتل لا يقتل ولكن يلاعن، فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم، أي عظم عليه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها.
قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني وحي، فاذهب فأتي بها، ائتي بامرأتك. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني إن أبقيتها كنت كاذب. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، يعني التفريق بينهما. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الزوج يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق ويلعن نفسه إن كان كاذبا، ثم المرأة تشهد أربع شهادات ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما إلى الأبد. هذا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم يحضر البينة يلاعن بينهما الإمام أو النائب. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن عويمر الأنصاري من بني العجلان رضي الله عنه أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين، يفرق بينهما بعد اللعان. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملا تلك المرأة، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها ويرث منه وترث منه ما فرض الله لها. ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه، وأما الزاني له الخيبة. نسأل الله السلامة والعافية. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل ابن سعد أخي بني ساعدة رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأتي رجلاً، وذكر الحديث بقصته. وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، أي حاضر. وقال في الحديث: فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، يعني يفرق بينهما إلى الأبد. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا عبد الله ابن نمير، حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب، يعني في إمارة مصعب، أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي.
قال إنه قائل، أي نائم نصف النهار، فسمع صوتي. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: أدخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة ما يوضع على ظهر الحمار، متوسد وسادة حشوها ليف، يعني ملؤها شعر الزرع. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجدت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، نسأل الله العافية. وحدثنيه علي بن حجر السعدي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي، أي الصداقة الذي أعطيتها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، أنت جامعتها الصداق لها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. فالملاعن ليس له أن يأخذ الصداق منها، ليس له شيء، وليفرق بينهما إلى الأبد. قال زهير في روايته: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الفتن. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب، سمع سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ للمسمعي وابن المثنى، قالوا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: فرق نبي الله
صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان بعد اللعان يفرق بينهما. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم، كانت حامل فالولد يلحق بأمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال اللهم افتح يعني احكم، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، فأبت فلعنت. فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به يعني بالولد أسود جعدا، إن شعره متجعد، فجاءت به أسود جعدا يعني مما يصدق الزوج، نسأل الله السلام والعافية. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها يعني المرأة، فإن جاءت به بالولد أبيض سبطا أي شعره مسترسل قضيء العينين. قال النووي معناه فاسدهما بكثرة دمع، قضيء العينين فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمشة ساقين أي نحيف الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمشة ساقين أي بما يصدق الرجل، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنما لعن بينهما وفرق بينهما. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان، واللفظ لابن رمح
قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم نحيف سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خذلا يعني قصير آدم كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس أهي التي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، نسأل الله العافية. وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، حدثني سليمان يعني ابن بلال عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا يعني شعره متجعد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن الشداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن الشداد أهما اللذان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لا يقتله. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدك، ليس له أن يقتل ولكن يثبت البينة أو يلاعن. وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم، وإذا لم تجد تلاعن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي أبي أربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا غير منه والله غير مني، ولكن ليس له أن يقتل، يثبت البينة أو يلاعن. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين اليحدري واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه
لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل غيرة الله. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله، وقال: غير مصفح، ولم يقل عنه. حدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال النووي: أما الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف. الأورق فيه سواد ليس بصاف، ومنه قيل للرماد أورق، يعني أسود غير صافي. فإذا ولدت امرأتك ولدا لونه مخالف للونك لا يجوز لك أن تتهمها، لأن العرق يجر من بعيد، لعل أحد أخوالك أو أجدادك من قديم كان بهذا اللون، فلا تتهمها بمجرد اللون. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عيد عبد الرزاق، أخبرنا معمر حاء. وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب جميعاً عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاماً أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه، لأنه قال: لعله نزعه عرق. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ يعني أسود غير صافي؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى هو؟ إبلك حمر، من أين جاء الأورق هذا الذي استوهت فيه سواد غير صافي؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. الله أكبر.